شيشو 6.0. اليوم راح نحكي عن Battlefield 2042. إذا أنت واحد من عشاق الـ FPS Shooters والـ FPS Gaming، أحلى تحية لك. وإذا أنت Battlefield Veteran وكسروا قلبك، برضو أحلى تحية لك. اليوم راح نحكي عن BF2042 يا كبير. وإذا أنت واحد إلك على الكويك سكوبس، برضو أحلى تحية لك. وإذا أنت واحد إلك على الهارد سكوبس، Battlefield 2042 هلا هي جيم فيرست بيرسون شوتر، انعملت من الديف تيم تبع دايس ونشروها هي. هلا هي جيم رقم 12 بالباتل فيلد سيريز، ونزلت ب 19/11 السنه الماضيه 19/11/2021. واول ما نزلت لبسوا بالحيط يا كبير، عشان نزلوا جيم ما كانت خالصه من الاخر، وبدها كثير كثير شغل. هلا الحلو بالموضوع مرقت سنه اشتغلوا عليها منيح وزبطوها كثير. هلا حاليا الجيم عشان يرجعوا يشتروها، خلينا نحكي، ويجذبوا ناس يلعبوها، موجوده على الاكس بوكس جيم باس والاي اي بلاي، فتحوها للناس اللي عندهم اشتراك معهم. هلا اكثر من مره عملوا ايفنتات فري، لسه الاسبوع الماضي على الويكند عملوا فري ايفنت، نزل برضو على كل البلاتفورمز، اكس بوكس، بلاي ستيشن، وبي سي طبعا. هلا كل هذا الحكي عشان يخلوا الناس يرجعوا يجربوها، والناس جربوها، وطبعا كثير منهم كانوا من الناس اللي شروا الجيم، لعبوا اول اسبوع او اول شهر طفوها عشان ما كانت خالصه كبير. انيويز يعني بقول صدق، لما انا كنت كثير متحمس العب هالجيم، لما نزلت ما كانت بتلعب من الآخر يعني، وبعد خاصة عملوا كل الهايب وعملوا تريلر ما بتفهم، وجمعوا كل الباتل فيلز أو الباتل مومنتس اللي صاروا معاك إذا أنت واحد تلعب باتل فيلد من زمان، حطوهم بتريلر، بعدين نزلت وبيسيكلي كانت زبالة. هلأ الجيم أول ما نزلت يعني يدوبك خالصة 30%، وناقصة كتير من الباتل فيلد كولد فيتشرز اللي ناس بيحبوا السيريز عشانها. هلأ أقل إشي الناس انقهروا، اللونش كلياته كان فاشل يعني، لبس بالحيط بوز. على أي حال زبطوها كتير، وبالوضع الحالي وبعد الفري إيفنت والأكس بوكس جيم باس، أرقام اللاعبين اللي عم بيلعبوا طلعوا منيح، إنه وصلوا أكثر من أيام اللونش، فبتقدر تحكي عم بيعملوا لونش تاني حاليا. والفيدباك والانطباع من كيف كان قبل اختلف 360 درجة، راح من إنه فل أون غضب والناس كلهم بيكرهوا الجيم وما بيلعبوها، لهلا فيدباك إيجابي أكتر، عشان الصراحة الجيم تغيرت كتير كتير، زبطوها إنه من كل إشي، من المابس للموفمنت لكل الجيم جيم بلاي، صارت بتلعب وبتسلي كتير. هون دايس برضو طلعوا بمقال جديد إنه الجيم كان لازم تنزل بالوضع اللي فيه هي هلا، مش كيف نزلت قبل بسنة، يعني كان بدها اتليست سنة، الدف تيم كان اتليست بده سنة ليشتغل عليها. هلا بعد ما لبس بالحيط اللونش، دايس واخيرا بلشوا يسمعوا لجمهورهم وللناس اللي بتقدر تقول باتل فيلد فيترنز ومن عشاق السيريز، فالصراحة لهم سنة بس بيقروا فيدباك وبيحاولوا يطوروا ويحسنوا الجيم، وعم بتعلموا بيسكلي، عم بتعلم احزاب الناس اللي جد بحبوها. هلا الانطباع على العموم كتير احسن من اللونش. شخصيا انا كواحد بلعب باتل فيلد له اكثر من 10 سنين، بقول لك انه الجيم هلا صارت تلعب. هلا لما تقارن مثلا اللونش تبع باتل فيلد 4 او باتل فيلد 3، نزلوا مش خالصين، بس مش زي 2042 نزلت مشلحة وبدها أكتر يعني من سنة لعبة ما تصير جاهزة زي هلا، مع إنه كتير صعب يشيلوا الانطباع تبع الناس عن الجيم عشان النيجاتيف فيدباك اللي انكبسوا فيه أولها كان كتير سيء، بس دعسين وعم بيباشروا، والجيم كتير كتير فرقت وراح تكبر بعيون الناس إذا بيضلوا يحسنوا فيه.
الشغلات اللي فرقت هم بالجيم الصراحة يعني جيم راكزي أكتر، البرفورمنس تبع الجيم كلياته على العموم منيح، غيروا اليوزر انترفيس وشو اسمه بشكل كامل مع تغييرات للسكور بوردز وللمنيوز، وكله كله صار شكله كثير أحسن الصراحة وكثير فعال أكتر. برضو عملوا تغييرات على المابس، تغييرات على الجيم مود، حولوا 2042 من جيم ما إلها داعي الصراحة لجيم إنه أي إشي لجيم ماشي على الطريق الصح، والصراحة فخمة إن شاء الله يستمروا. يعني لسه في أبديت كبير جايينا هلا وراح يرجعوا فيه الأوبريتر كلاس، وراح يصير فيه تغيير للنظام السبيشاليست، وراح يصير تغييرات كبيرة على المابس اللي موجودة حاليا. بعدين دايس أعلنوا إنه لسه في سيزن 4 وسيزن 5 عم بيشتغلوا عليهم هلا هلا جديا، إذا بدهم يطلعوا من الجورة اللي وقعوا حالهم فيها وقت اللونش لازم ينزلوا فري فيرجن للباتل، يعني لازم ينزلوا فيرجن فري تو بلاي. بعدين مع قيادتهم الجديدة للاستوديو هلا عم بنجحوا وعم بتعلموا من أغلاطهم. أنا حاليا جد متحمس أشوف كل التغييرات اللي عم بيحكوا عليها، ومتحمس أشوف إذا راح ينزلوا إشي زي فاير ستورم اللي نزلوه بباتل فيلد 5 اللي هو بي آر ستايل جيم مود، باتل رويال جيم مود، يكون إشي كتير رهيب الصراحة وراح يغير الجيم، راح يصير كتير حماس حواليه. هلا مع الوقت راح يبين، خلوا عينكم على الجيم. وهلا هي موجودة حاليا، واللي عنده يعني اكس بوكس جيم باس بلاي تقدروا تلعبوها بلاش. يلا يا كبير جربوها واحكوا لي شو رايكم، وزي دائما لايك سبسكرايب وشير، ابعت الفيديو لاصحابك مان اللي بيحبوا الاف بي اس شوترز، ما تتعلموا شيء. يلا سلام.